الى المعادن النفيسه وتزامنا مع مع التذبذب الذي سجله اداء الدولار الامريكي وظهور بيانات اقتصاديه جيده في الصين ومنطقه الاورو انخفضت اسعار التسليم الفوري للذهب بنسبه 0.04% الى 1183 دولار للاوقيه كما تراجع سعر العقود الاجله للمعدن النفيسه بحوالي 0.07 ليصل الى الى الف ومائه واثنان وثمانين فاصل ثلاثه دولار للاوقياء